العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه تطغو عليه الكوارث الطبيعية، فما أن تنتهي كارثة حتى تبدأ كارثة غيرها. بدأت الكوارث في دولة اليونان بعد أن التهمت الحرائق الغابات منذ أسابيع، وبعدها هبطت سيول غزيرة أغرقت الشوارع وقتلت العشرات وأسقطت البنايات. ثم وصلت السيول إلى دولة تركيا لتغرق هي الأخرى تحت مياه الأمطار وتقتل المئات وتغرق آلاف المنازل. أما في الصين فالخطر أكبر بكثير، فلا تكتفي بالسيول فقط، بل إن الفيضانات والعواصف قد دمرت البلاد. وليست الصين وحدها التي ضربتها العواصف والأعاصير، بل البرازيل هي الأخرى، فقد ضربها إعصار قتل العشرات وأغرق البلاد وشرد المواطنين. وقبل أيام قليلة يضرب زلزال مدمر دولة المغرب، يقضي على الآلاف ويهدم المنازل والممتلكات. ثم يفاجأ الوطن العربي بكارثة أخرى، وهي إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وأدى لاختفاء مدن كاملة بجانب تشرد المواطنين وقتل الآلاف منهم. فهل تستمر تلك الكوارث الطبيعية بسبب الاحتباس الحراري والتطورات المناخية في كل العالم، أم تنتهي في المستقبل القريب؟ عاصفة مدمرة تضرب المملكة العربية السعودية. فقد شهدت مكة المكرمة مساء الأمس عاصفة شديدة أثارت الهلع والخوف بين المواطنين والمعتمرين، وقد وثقت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هبوطا غير مسبوق للرياح بجانب فيضانات عاتية وسيول غزيرة أكلت الأخضر واليابس في المدينة المكرمة. كذلك وثقت مقاطع أخرى العاصفة من داخل الحرم المكي وتطاير المعتمرين بسبب الرياح والأمطار بداخله. وقد صرحت السلطات السعودية أن تلك العاصفة ضربت المدينة بدون سابق إنذار، مما أدى لأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والمرافق الحكومية بجانب أضرار على الجانب البشري، لكن بدون وقوع أي وفيات. منذ يومين استيقظ العالم كله ليفاجأ بالزلزال الذي ضرب المغرب، وقد راح ضحيته المئات بين موت وإصابات خطيرة. وبالأمس ضربت العاصفة دانيال دولة ليبيا وراح ضحيتها المئات هي الأخرى، واليوم وصلت العاصفة المدمرة إلى مصر وضربت عددا من المحافظات الساحلية. ولحسن الحظ كانت العاصفة قد فقدت جزءا كبيرا من قوتها بعد دخولها للحدود المصرية، وما زال المصريون في حالة حذر وخوف من استعادة العاصفة لقوتها. فحتى الآن لم تحدث أي خسائر بشرية أو مادية جراء وصولها لجمهورية مصر، فقد هبطت سيول في بعض المحافظات بجانب موجات هواء شديدة محملة بالأتربة. كما توقع خبراء الطقس أن تستمر العاصفة في مصر حتى يوم الأربعاء المقبل، ثم تهدأ الأجواء تماما بزوالها. رعب عالمي بسبب ظاهرة النينو التي ضربت مصر، وأدت تلك الظاهرة إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة يحدث لأول مرة في التاريخ. فقد أدت تلك الظاهرة إلى ارتفاع غير مسبوق في درجة حرارة المحيط، مما يؤدي إلى زيادة حرارة الغلاف الجوي، بالتالي ارتفاع حرارة الطقس، وهي ظاهرة تحدث كل 7 سنوات. كما يتوقع العلماء ارتفاع درجة الحرارة عالميا لمستويات قياسية وغير معتادة، كما أن لارتفاع الحرارة عواقب جسيمة تتمثل في اضطراب الأحوال الجوية وزيادة هطول الأمطار والفيضانات في بعض دول العالم، بجانب حالات جفاف شديدة في دول أخرى. وما زال العلماء لم يقدروا بعد المدة التي تستمر فيها تلك الظاهرة، لكن المؤكد أن عام 2024 سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق. وتعاني دول العالم حاليا بسبب تلك الظاهرة وليس مصر فقط. أخبرنا كيف تتأقلم مع درجة الحرارة المرتفعة في بلدك.
دول العالم تبدأ برفع إجراءاتها الوقائية الخاصة بفيروس كورونا بعد أن أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا شديد اللهجة بشأن انتشار متحور كورونا الجديد الذي يدعى EG5 أو آيريس. كما أعلنت المنظمة عن وجود عدد كبير من سلالات كورونا منتشرة في كل دول العالم، لكن أخطرهم هو EG5 الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك صرحت منظمة الصحة العالمية أنه ما زال لديها مخاوف من ظهور سلالات أخرى أخطر من السلالات التي تم ملاحظتها، وقد تؤدي لزيادة مفاجئة في عدد الوفيات. وحتى الآن يعتبر المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة، فقد تم تسجيل أول حالة منه في الصين ثم انتشر بشكل كبير، لتسجل 51 دولة في قارات مختلفة إصابات عديدة منه. وأعراض المتحور الجديد EG5 لا تختلف كثيرا عن المتحورات السابقة: سيلان الأنف، حمن، صداع، التهاب الحلق، عطس وإجهاد عام. ولم تنج مصر هي الأخرى من هذا الفيروس، فقد أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفور عن تسجيل حالتين مصابتين به حتى الآن. فهل تعرف أحدا من المقربين منك مصابا بالأعراض التي ذكرناها؟ جفاف نهري دجلة والفرات يهدد الأمن المائي في العراق، والمؤمنون بنظريات المؤامرة ربطوا هبوط منسوب المياه بنهاية العالم. لكن الحقيقة أن لجفاف النهرين أسبابا واضحة، وأهم تلك الأسباب هي العوامل الطبيعية. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الأنهار الموجودة في جنوب البحر المتوسط ستتعرض لنقص في رصيدها المائي بقيمة 33% بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة هبوط الأمطار. وثاني الأسباب التي أدت لجفاف نهري دجلة والفرات هو المشاريع المائية التي تقوم بها دولة تركيا على النهرين، فقد وصل عدد السدود التركية إلى 22 سدا بجانب 19 محطة كهرومائية. فهل تتفق مع المؤمنين بنظريات المؤامرة وأن لجفاف النهرين أسبابا خفية، أم أن جفافهما مجرد نتاج طبيعي للأسباب التي ذكرناها؟ كارثة طبيعية تضرب دولة الإمارات، فمنذ أيام قليلة هبطت أمطار غزيرة وغير معتادة على الدولة الخليجية بجانب العواصف المدمرة التي ضربت البلاد، وقد أدت تلك الكارثة إلى غرق المنازل السكنية والمرافق الحكومية، مما جعل سكان المناطق المتضررة يعيشون في فزع ورعب لم يعتادوا عليه. وقد أدت السيول التي هبطت على البلاد إلى فيضانات مدمرة، وصفتها السلطات الإماراتية بأنها الأخطر والأكثر رعباً منذ عقود، كما تعطلت حركة المرور تماماً، وأصبحت شوارع البلاد غير صالحة للمشي أو قيادة السيارات، مما أدى لإغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس داخل الدولة. وحتى الآن ما تزال فرق الإنقاذ تسعى جاهدة لإنقاذ المفقودين والبحث عنهم في كل الأماكن التي تضررت.